مرحبا بك أخي العزيز. أهلا بك. ما حصل اليوم من عمليات في قتل واستشهاد 21 جندي من أبناء الجنوب هو حرب علنية رسمية من أبناء الشمال على الجنوب. القتلى والشهداء كلهم من أبناء الجنوب، والمقتولين كلهم من الأجهزة الأمنية المكافحة للإرهاب، وهي حرب معلنة من قبل الجماعات وعصابات وأحزاب دينية متطرفة تريد أن تربك المشروع الجنوبي الخاص أو العامل على إعادة استعادة دولته. طيب بالنظر هناك ست تفضل هناك ستة قتلى من تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو تنظيم القاعدة فرع حزب الإخوان في اليمن وفرع القيادات يدار من قبل القيادات الشمالية. ستة قتلى واثنين أسراء، وهناك اعترافات للأسراء أنه تم إعطاهم الأوامر والتوجيهات من قبل جهات سياسية خارجة عن إطار السلم والشراكة وخارجة عن إطار التعايش وعن إدارة الديمقراطية، وهم ينتمون لأحزاب. للأسف أن من يديرون الحرب الآن ويديرون تنظيم القاعدة في اليمن هي أشخاص تتبع أحزاب لها صلات إقليمية تخريبية في المنطقة. طيب أستاذ محمد، يعني بالنظر إلى هذا الهجوم على مركز أمني نتحدث هنا في محافظة أبين، هل ينذر ذلك بعودة نشاط هجمات تنظيم القاعدة برأيك؟ نعم، تنظيم القاعدة لا زال متواجد في أبين، ولا زال متواجد في شبوة، ولا زال متواجد في حضرموت، ولا زال متواجد في المارة، ولا زال متواجد في لحج. تنظيم القاعدة متواجد وله صلة وارتباط حتى بتنظيم القاعدة المتواجد في الصومال. لديهم فكرة ولديهم عملية سياسية تنظيم القاعدة، والداعمي لهم إثارة الفوضى ودعمهم وسحبهم إلى اليمن وإغراق اليمن في حرب مع الإرهاب. طيب لو تحدثنا عن المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة في اليمن هنا، وكيف يستغل القاعدة الصراع اليمن اليوم بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية؟ والله للأسف هناك مناطق أو محافظة زي محافظة البيضاء تحت سيطرة الحوثيين، والقاعدة تنشأ ولا زالت تتواجد في البيضاء بأكثر مما كانت قبل عليه. ومحافظة البيضاء هي تحت إرادة أو تحت قيادة الحوثي، لا زالت محافظة أبين قبلها محافظة شبوة مارب، محافظة مارب لا زالت تنظيم القاعدة متواجد فيه وهي تحت إدارة الشرعية، لا زال محافظة حضرموت وهي تحت إدارة الشرعية. تنظيم القاعدة تواجد في كل محافظة، في بالذات محافظة البيضاء التابعة للحوثيين، ومحافظة المارب التابعة للشرعية، ومحافظة أبين التابعة للشرعية، ومحافظة شبوة التابعة للشرعية. أشكرك جزيل الشكر من عدن محمد أحمد الريامي ناشط سياسي.